بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض حل أسئلة كتاب المدرسة لمادة الساينس لجريد 4 السكول اكسرسايز، سكول بوك اكسرسايز. النهارده ان شاء الله الاكسرسايز اللي هناخده بسيط وسهل جدا واسئلته بسيطة جدا. نبدأ كده مع بعض. question number 1، choose the suitable word. عندي جملة وفي عندي كلمتين، هختار منهم ايه الكلمة المناسبة للجملة دي. number 1، stars are shining or dark bodies. طبعا احنا عرفنا على طول لما خدنا الديفينيشن الخاص بالستارز ان ستارز ار شايننج بوديز ويز ايكوال اور ديفرنت سايزز، طبعا ويز ديفرنت سايزز. وايل ذا بلانيتس، بينما البلانيتس ار بلانيتس كانت ايه؟ كانت شايننج ولا دارك؟ كانت طبعا دارك بوديز. نمبر 2، the number of the planet in the solar system is 6 or 8. اوعى حد يقول لي 6، هي طبعا ايه؟ 8. revolve around ال 8 planets دي كانت بتعمل revolve around مين؟ around the sun indefinite orbit. number 3، the nearest planet to the sun is nearest planet to the sun. لو هنفتكر مع بعض كده ال planet أول 4 planets nearest the sun كانوا مين؟ Mercury, Venus, Earth, Mars. يبقى أول حاجة هيكون مين؟ nearest planet هيكون طبعا Mercury. And the farthest planet is Neptune, while the biggest planet is Jupiter. الحاجات دي كلها احنا خدناها وخدنا كل حاجة عن كل planet، وإن في حاجة مميزة لكل planet. Number 4، day and night happen because of the rotation of the day and night. كان طبعا rotation of the earth around its axis. While the season of the year happens because of the rotation of the earth around the sun. أسئلة بسيطة جدا جدا، ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي صعوبة للي طبعا هيكون مذاكر، مش سهلة هتكون للي ما ذاكرش حاجة وهتبقى سهلة بالنسبة له. هنيجي كده question number 2، write the scientific term. number 1، dark object revolve around the sun in fixed orbit. مين يا ترى اللي كان dark object revolve around the sun in fixed orbit؟ كان مين؟ كان طبعا 8 planets. number 2، dark object revolve around the earth and reflect the sun rays falling on them. هيبقى طبعا moon. question number 3، what is type of the phenomenon result from؟ يعني ايه الظاهرة اللي هتنتج لي من الكلام اللي هقوله ده؟ هيبقى في حاجة مهمة بتنتج لي من الكلام ده. number 1، rotation of the earth around its axis، دوران الارض حول محورها. ايه اشهر حاجة هتحصل؟ طبعا sequence of day and night. طيب rotation of the earth around the sun، ايه اشهر حاجة هتحصل لي من حدوث rotation of the earth around the sun؟ طبعا sequence four seasons، يعني الفصول الاربعة. question number 4، compare between star and planet. طبعا هيبقى التابل قدامي هنا. اول حاجه هناخد الستار، لازم نقول طالما قال لي كومبير يبقى لازم ان انا اعمل اقول اول حاجه الديفينيشن الخاص بكل واحد فيهم، واقول اهم حاجه بتحصل او اهم ميزه فيه. نمبر 1، ستارز هتبقى they are shining bodies. طب البلانيت they are dark bodies. ستارز they emit heat and light، كان بيشعوا ضوء وحراره، لكن البلانيت they don't emit heat and light، ما كانوش بيشعوا ضوء وحراره. الستارز they rotate in space. طب والبلانيت بيعملوا روتيت فين بالظبط؟ they rotate in space around the sun. طيب الاكزامبل ليه؟ اشهر اكزامبل للستارز طبعا السن، ذا سن، لكن اكزامبل فور بلانيت ايرث، ممكن اكتب اي بلانيت تاني. دي بالنسبه لكويستشن نمبر 4. الاكسرسايز زي ما شفنا سهل جدا وبسيط وما خدش مننا وقت، بيعتمد على مذاكرتك. انت مذاكر هتلاقي نفسك الموضوع بسيط يعني ايديك بتجري قبل تفكيرك، بتلاقي ان انت بتحل بسرعه جدا ومفيش اي حاجه واقفه قدامك. لكن لو مفيش مذاكره هنعرف نحل حاجه؟ مش هنعرف نحل حاجه. فبنأكد مره تانية
نهتم قوي. احنا خلاص بقينا في نهاية الترم، قربت خلاص، احنا قربنا على الامتحانات، فدلوقتي يا دوب ان احنا نكون بنبدأ نذاكر الحاجات البسيطة اللي احنا مش فاهمينها، بنبدأ نراجع ونحل أسئلة كتير جدا، بنبدأ لو أي حاجة صعبة نبدأ نفهمها مرة تانية ونذاكرها مرة تانية عشان نعرف نحل عليها. بشكركم جدا، وزي ما اتفقنا كل الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هتبقى ريفيجن، كلها تبقى مراجعات على الجريد 4 عشان نبقى عارفين الامتحان بتيجي ازاي. متشكرة جدا ليكم.